السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة دعم الأجهزة الأمنية لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين، مشددا على أننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن. كما شدد جلالته خلال ترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مواصلة العمل بكل زخم وقوة ومضاعفة الجهود على كل الأصعدة من أجل تحقيق ما فيه مصلحة الأردن، مؤكدا في هذا الصدد أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب. يا أخوان، فكرت بكل مناسبة سنجتمع هون اليوم حتى نتحدث على اللي صار آخر يومين، حتى كمان نطمن الجميع. في البداية بدي أشكر الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء والوزراء اللي كانوا معي امبارح يتابعوا الأحداث. الحمد لله في تعاون وتنسيق بين كل المؤسسات، وكل التقدير للأجهزة الأمنية. وحبيت أعزي مش بس الدرك والأمن العام، لكن أهالي الشهداء. فصحيح أنه في شهداء شبابنا قدموا أرواحهم لحماية المواطنين وبلدهم، فبطلب منكم جميعا طبعا أنه نحن لازم نظلنا نشتغل بروح الفريق، كل الدعم للمؤسسات الأردنية للأجهزة الأمنية. شجاعة الأردنيين باستمرار بيميز أظني بلدنا، شجاعة رجال الدرك والأمن الحمد لله هم وكلهم قاموا بالواجب. نناقش في حلقة اليوم أحداث الكركة الأخيرة مع ضيفينا كل من الوزير الأسبق مازن الساكت، أهلا بك، شرفنا بحضورك. أهلا بك. ودكتور حي الغرايبي، أمين عام حزب الوطن، حزب المؤتمر الوطني زمزم، أهلا بك، شرفنا بحضورك. أهلا بك. حقيقة أبدأ منك معليك وأسمع تعقيبك على أحداث الكركة الأخيرة خلال الأيام الماضية. يعني بداية لابد بالبداية أن نترحم على أرواح شهداء الوطن، شهداء شعبنا، شهداء الأجهزة الأمنية، والشهداء من مواطني أبناء الكرك الذين يعني ضحوا في سبيل هذا الوطن، ضحوا في مواجهة الإرهاب، الإرهاب الذي اجتاح المنطقة والذي أصبح أداة لتفتيت الأمة ولهدم الدولة ولهدم المنجزات، والذي يمثل فكر ظلامي حقيقة أعادنا قرون إلى الخلف، أعادنا إلى مجتمعات ما قبل الدولة. نعم. وهذا الإرهاب اللي اجتاح المنطقة بالتأكيد نحن تأثرنا بهذا الفكر وبهذه الثقافة بحكم أننا جزء من المنطقة، جزء من هذه الأمة، جزء من ثقافتها، جزء من مسيرتها، جزء من مشكلاتها وأزماتها. لكن استطعنا بحمد الله أن ننأى بنفسنا عن النتائج الكارثية التي نشاهدها في العديد من الدول المحيطة الشقيقة فينا. ورغم ذلك هذا الإرهاب يحاول أن يمتد وأن يضرب بعنفه وبإجرامه في مختلف المواقع التي يستطيع أن يصل إليها. نعم. وبالتأكيد نحن في الأردن أحد الأهداف اللي موجودة على جدول هذا الإرهاب، خاصة بعد التطورات الأخيرة في واقع الأحداث والمحيطة، وبعد أن بعتقد بدأ الإرهاب يفقد الكثير من قوته ومن مواقع نفوذه، ومن بحكم الضربات الدولية، بحكم الواقع اللي نشهده في كل من العراق وسوريا، ويجب أن نتوقع بأن في الأردن هدف لهذا الإرهاب. نعم. أين وكيف ومتى هذه مسألة
يعني قد نستطيع أن نكتشفها وقد لا نستطيع أحيانا أن نكتشفها بحسب الإمكانات وال. رح أجي لهي نقطة معليك بالتفصيل. وقبل ما أسمع وجهة نظرك دكتور حيل سأنتقل مباشرة إلى الكرك مع مراسلنا رعد بن طريف. رعد الكلمة لك. نعم محمد، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. محمد، نحن الآن في محافظة الكرك وتحديدا في منطقة الوسية وعلى بعد أمتار قليلة من قرية غريفيلا التي دارت بها الاشتباكات بالأمس بين القوى الأمنية المشتركة من الأمن العام وقوات الدرك على المنزل الذي تحصنت به المجموعة الإرهابية بالأمس. قبل قليل وضمن نشرة الأخبار ربما تابعتم اللقطات الحصرية التي عرضناها للسادة المشاهدين من داخل المنزل، وبينا به آثار الآثار التي تركتها الأجهزة الأمنية والرصاص الذي تركه سلاحهم على جدران المنزل. هذه لقطات الآن من منطقة الوسية في محافظة الكرك، وكما تشاهدون الأمور عادت إلى طبيعتها بحمد الله في المنطقة. لا يوجد تواجد أمني محمد في المنطقة، لكن ربما لسبب انتهاء العملية الأمنية أصبح من غير المعقول وجود ربما أجهزة أمنية هنا في منطقة الوسية. الأمور هادئة جدا 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 كما عهدناها هنا في منطقة الوسية وفي باقي مناطق محافظة الكرك. كما ذكرت محمد قبل قليل وضمن نشرة الأخبار عرضنا لقطات حصرية من داخل المنزل الذي تحصنت به المجموعة الإرهابية بالأمس، والتي تم القضاء عليها من قبل القوة المشتركة من قبل قوات الدرك ومن الأمن العام. العودة لك محمد في الاستوديو. إذن هذه اللقطات المباشرة من منطقة الوسية، والهدوء عاد لهذه المنطقة. ننتقل أيضا إلى مراسلنا أمين العطل المتواجد أيضا في محافظة الكرك. زميلنا أمين، الحديث لك والكلمة لك. مساء الخير محمد، نحن الآن متواجدون في منطقة المرج مقابل قلعة الكرك حيث دارت الاشتباكات قبل يومين أو ثلاثة أيام تحديدا مساء الأحد الماضي بين مجموعة من الإرهابيين وقوات الأمن العام. خلال جولتنا في محافظة الكرك وتحديدا في منطقة القلعة الأثرية لاحظنا عودة الحياة للمنطقة، ولاحظنا أيضا تواجد آليات الأمن العام والدرك التي لا زالت موجودة على جميع مداخل ومخارج منطقة القلعة الأثرية. خلال جولتنا أيضا ومقابلتنا لبعض المواطنين عبروا لنا عن اعتزازهم وعن ثقتهم بقدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة على كامل الأمور والتعامل مع مثل هذه الأحداث. أيضا لاحظنا عند مدخل مدينة الكرك على طريق الصحراوي تواجد لدوريات الأمن العام والدرك التي تقوم بالتفتيش والتعرف على المواطنين وأيضا التدقيق على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية. كما قلت لك الأمور في مدينة الكرك وتحديدا في منطقة القلعة والمناطق المحيطة بها عادت إلى طبيعتها. لاحظنا عودة الأسواق التجارية وعودة المحال التجارية، وهناك كان حركة للمواطنين وللمركبات، حركة طبيعية وحياة طبيعية. لغاية الآن كما قلت هنالك تواجد أمني في محيط القلعة للسيطرة على كامل الأمور ولإطمئنان المواطنين على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. سنستعرض معكم خلال حلقة نبض البلد مجموعة من الصور أيضا لمنطقة القلعة ومحيط منطقة القلعة. هذه الأجواء كانت لدي محمد، أعود بالكلمة إليك. أشكرك جزيل الشكر أمين، وأشكر أيضا رعد بن طريف. الأوضاع تعود لطبيعتها في الكرك. دكتور رحيل، بعد يعني أيام قليلة صعبة كانت على الأردنيين جميعا حقيقة، والإرهاب استهدف الأردن من بوابة الكرك، كيف تقيم ما حدث بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أنا أكرر أيضا التحية لشهدائنا الذين قضوا في هذه المواجهة من كل الأجهزة أو من المواطنين، وأيضا عزاؤنا لأهالي الشهداء ولكل الشعب الأردني، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
إن شاء الله. أعتقد أنه الحدث الثاني بعد الحدث الأول اللي سقط فيه 4 شهداء هذا يؤكد بعض التحليلات السابقة أن ما يحدث في الأردن ليس حدثا منعزلا عما يجري في دول المحيط، وأنه ليس حدثا عابرا ولا انفراديا، وأعتقد أنه ليس لا ينطبق عليه ذئاب منفردة. نعم. القضية الأخرى أنه نحن أمام حالة أنا أعتقد أنها لها وجه من الخطورة. هذه الحالة أصبحت قادرة على إيقاع إصابات وقتلى في صفوف رجال الأمن ورجال الدرك في المواجهة وشهداء. نعم. ولذلك في عناصر مدربة، في عناصر عندها قدرة على القنص، في عناصر أصبح لديها قدرة على المناورة والقيام ببعض العمليات التي تدل أن هناك إعداد مسبق. نعم. أعتقد أيضا أن هناك خيوط وجذور وتواصل بين أصحاب هذا المنهج وآخرين ربما في دول المجاورة، وإذا طلعنا نحن على البيان الذي صدر إذا كان صحيح عن وكالة أعماق التي تعبر عن داعش ووصفت ما حدث في الكرك، فهذا بالأسماء والأحداث إذا كان تم مراقبته، إذن في أوامر، في تواصل، في خيوط، في إمداد، في أموال، في أسلحة. أيضا أعتقد أن هناك الأمر الآخر أن هناك حواضن لدينا اجتماعية لهذا الفكر أو لهذا المنهج، وأعتقد أنه هذه الحواضن حسب بعض الدراسات أنها تتمدد وتزيد الأعداء ولا تنقص. القضية الأخرى أعتقد وجه الخطورة الأكثر أنه نحن انتقلنا الآن من طور إلى طور في المواجهة. كانت تتم المداهمات فيتم الاعتقال والاستسلام والذهاب للسجن والمكث ربما والخروج، أما الآن يبدو أنه في أوامر بإطلاق النار والمبادئة بإطلاق النار والمواجهة وليس الاستسلام لرجال الأمن. ولذلك ما حدث في الأيام السابقة سواء في حادث القلعة والقطران والحدث الآن في الوسي يدل أنه في أوامر بإطلاق النار وعدم الاستسلام لرجال الأمن، وهذا أنا أعتقد يجب أن يرصد هذا الطور في عملية المواجهة. أنا راح أواصل الحديث معك دكتور وتحدثت عن بس آخر نقطة، هل هناك أيضا سؤال ليس لدي معلومات، لكن هل هناك محاولة للعبث في أمن الأردن من بعض أجهزة الاستخبارات والدول المحيطة؟ يعني هل هناك محاولة الآن والانتقال بعد حادثة حلب وما يحدث في التحول في سوريا إلى الانتقال إلى الأردن ومحاولة العبث؟ أنا أعتقد أنه أيضا هذا التساؤل يستحق التوقف ويستحق البحث والإجابة. طيب. واضح جدا، وأنا فقط أود تنويها أن نتابع صور مباشرة من مناطق مختلفة من الكرك، من مدينة الكرك ومن غرافيلا، هذه الصور المباشرة من مراسلين هناك. اسمح لي معليك في أولا، ما يحدث في الأردن ليس حدث عابر، وما عدنا نتحدث عن ذئاب منفرد تحرك وحدها، نتحدث عن هياكل تنظيمية تعمل لزعزعة استقرار المملكة، وهذا لن يحصل بإذن الله. وحديث مهم حول وجود الحواضن الاجتماعية لمثل هؤلاء داخل الأردن. كنا نتحدث عن خلايا نائمة تتحرك بتوجيهات هنا وهناك، لكننا نتحدث عن حواضن اجتماعية كنا إلى حد ما نقول ننكر ذلك. اليوم تؤيد ذلك لا تؤيد ذلك؟ وهل فعلا يجب أن ندق ناقوس خطر بعد أن تجرأ هؤلاء وأطلقوا النيران وبادروا بإطلاق النار على أجهزتنا الأمنية وعلى رجال الأمن العام وعلى أبنائنا في هذه الأجهزة، وهناك كمائن أيضا؟ نشوف المسألة في سياق تاريخي لواقع هذه الثقافة الجديدة. منذ ما قبل الربيع، ما سمي بالربيع العربي، هناك حالة من انتشار ثقافة جديدة في المجتمع، ثقافة العنف وثقافة تحمل غطاء إسلامي.
في هذا العنف. وهذه تبلورت في أشكال متعددة في مجموعة من الأقطار المحيطة حولنا. وهذه الثقافة وجدت حتى في الأردن، ونذكر كلنا السلفية الجهادية وأشكالها المتعددة والحوارات اللي صارت حولها، وحتى حالات يعني إلقاء القبض عليها والحوار معها. وبالتالي نحن لسنا معزولين عن هذا المحيط وعن هذا التحول التاريخي. في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة وحتى العالم فراغ فكري وسياسي وبرنامجي كبير بعد أن يعني سقطت مجموعة ما كان يسمى معسكر التحرر وأشكال المختلفة من العمل السياسي. وهذا الفراغ عبئ بالارتداد إلى الأصول الدينية، والأصول الدينية إما تكون يعني واقعية لتحمي ثقافتك ونفسك، أو تذهب إلى التطرف، وهذا ما حدث في منطقتنا، وهو امتداد لحالات تطرف شهدناها منذ أفغانستان وحتى قبل أفغانستان منذ الجزائر. وبالتالي يعني هذا السياق التاريخي في تطور الثقافة المجتمعية الثقافة السياسية أفرز مع تنامي البطالة وتنامي الفقر وتنامي أفرز حالات متعددة من اللجوء للعنف واستخدامه أحيانا باسم الانتفاضة وأحيانا باسم الثورة وأحيانا باسم التغيير وحتى أحيانا باسم الديمقراطية. ولذلك يعني كنا نشهد حتى في حالات مواجهة الإرهاب في كل من سوريا والعراق نشهد تعاطفا في مواقع التواصل الاجتماعي عديدة بدون وعي بأنه يعني هناك ذبح للإسلام وهناك ذبح للمسلمين وهناك، وهذا التعاطف يدلل على تأثير ثقافي يعني مع الأسف يعني غير مدرك لأبعاد هذا 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 الفكر الجديد، هذا الفكر الظلامي، الفكر المتخلف الذي يقودنا إلى الخلف. وبالتالي يعني أن هناك حواضن، نعم، لكن أنا لا أعتقد بالصورة اللي الناس يعني تعتقدها، لأنه الإحساس الديني العاطفي موجود في المجتمعات، لكن عندما تحدث حالات من الصدام مع الإرهاب، نذكر كلنا الفنادق، حادث الفنادق، ونذكر الآن الكرك، ونذكر قبلها الحوادث الأخرى اللي في البقعة، وندرك مدى ردة الفعل الوطنية في مواجهة هذا الإرهاب، وندرك مدى يعني انكشاف هذه الظلامية وهذا العنف. ولذلك يعني أنا بعتقد أنه يجب أن نكون حريصين، يجب أن نكون حذرين، يجب أن يعني نحتسب، لأنه يمكن أن يكون هذا مقدم لإرهاب منظم، يمكن أن يكون هذا مقدم لسلسلة من العمليات، لكن بدون أن نبالغ في هذه المسألة، وبدون أن نخلق رعب مجتمعي، لأنه أيضا اسمح لي أن يكون أقاطعك، لا نريد أن نخلق رعب مجتمعي أو قلق مجتمعي، هذا أمر نتفق فيه جميعا، لكن نحن نتحدث اليوم عن جهة منظمة، صحيح؟ يعني نعم. نريد أن نتعامل نعم. يعني نعم. أنا بدي أجي إلى حديث دكتور حير في هذا الجانب، قال إن صح البيان الذي صدر عن عصابة داعش اللي تبنت فيه العملية في الكرك، إن صح هذا البيان، لأن هناك عديد الملاحظات حوله، لكن لأفترض أنه صحيح، نتحدث عن جهة تنظيمية تعمل على الأرض الأردنية لزعزعة استقرار البلد، وهذا موجود، وهذا أمر يجب أن نتقنه، هذا موجود، لا نريد أن نتحدث في نفس الليل، موجود الطاقة. ويجب أن نأخذ كل الاستعدادات، ويجب أن نستفيد من هذه الدروس التي حدثت ومن الأخطاء التي حدثت ومن رفع الاستعداد تجاهه. لكن أيضا بالمقابل نحن نتحدث عن يعني واقع في المنطقة، أنا أرى أن 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 قوى العنف ومشهد العنف يتراجع. هلأ نتيجة الضربات اللي وجهت لهذا المشهد، هو يحاول أن
يمتد إلى مناطق أخرى، إلى ساحات أخرى ليثبت، وهذا صحيح، ولذلك احنا نحن احد الساحات التي يعني تواجه خطر هذا الامتداد، وعلينا ان نكون يعني واعين، ان نكون ان نحن منذ قصة الشهيد الكساسبي عندما يعني اصبح هناك حالة وطنية في رفض العنف وفي رفض بشاعته وفي رفض اجرامه، كان يجب ان نتبنى برنامجا متكاملا في مواجهة هذا الارهاب، برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي، وأن لا نكتفي فقط بردات الفعل التي تنتهي مجرد انتهاء الحرب. كلام جميل، أنا راح أسمع تعقيبك على كل ما ورد دكتور رحيل، وراح أسمع حد تفصيلا بأنه هذا امتداد متوقع لعصابات إرهابية يتم ضربها في أكثر من مكان. كل ذلك وأكثر سنواصل الحوار فيه، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. نواصل حوارنا وضيفنا الكرام، وتوقفنا عند حواضن ونتحدث عن ما يتم تداوله وهذا الجو العام كيف يمكن أن نعلق عليه، وهل كان فعلا ضرب الجماعات الإرهابية في مختلف المناطق، ضعف سيطرة، انحسار السيطرة، ضعف المناطق التي تسيطر عليها، تضع الأردن في الواجهة ليكون هدفا لمثل هذه العصابات؟ كان اللي قصدته أنا الأردن ليست محمية ولا مصانة من موجة العنف وهذا التنظيم اللي اخترق عدة جبهات واستوطن في عدة أقطار عربية. القضية إنه هذه الموجة من العنف والتطرف أنا برأيي ليست مفاجئة وليست مقتصرة تاريخها على ما أطلق عليه الربيع العربي أيضا. أنا أعتقد أن هذه حالة قديمة لكنها بتأخذ أطوار مختلفة. الربيع العربي ربما أمدها بنوع من الجو وخلق بيئة أخرى تسمح لها بالتمدد. هذه الحالة تتمدد أينما وجدت الفوضى، ولذلك إذا بنلاحظ في العراق وفي سوريا عندما أصبحت قبضة الأنظمة متراخية على أطرافها وأصبح في موجات من العنف وانقسام مجتمعي حاد وأصبح في مناطق خارج السيطرة، تمددت هذه الحركات واستولت واستطاعت أن تشكل حالة. القصة أنه إحنا يجب أن نفهم أيضا أنه هذه الحالة ليست جيش مقابل جيش وفئة مقابل جئة تسحق وتنتهي. المسألة أنها حالة اجتماعية، وعندما تكون حالة اجتماعية فهي تولد وتفرز وتورث وتنتقل من طور إلى طور وتتغذى على الحالة العربية المتقهقرة والمزرية والمتخلفة أحيانا، وحالة الإحباط العربي السائدة ربما تكون من أكثر المغذيات لهذه الحالات هي هذا الموجود، بالإضافة إلى أسباب أخرى كثيرة. نعم. ولذلك أنا لست طبعا مع المبالغة، وعندنا قدرة على المواجهة عندنا قدرة على المواجهة، ويجب أن تكون المجتمعات العربية قادرة على اجتثاث هذه الحالة ولا تسمح لها بالنمو ولا تسمح لها بالازدهار. لكن هذه الحالة من المواجهة ليست هبة ولا حدث يحسم خلال لحظة مواجهة بأيام. أنا أعتقد المواجهة مع هذه الحالة حالة مجتمعية عبر مجموعة ومنظومة من المسارات المتوالية والمتوازية حتى نستطيع أن نقف على الحالة بمعالجة جذرية فكرية تربوية سياسية اقتصادية حرية، حتى نستطيع أن نقف أمام هذه الحالة بطريقة صحيحة. الوجه الأكثر خطورة أن تصبح حالة العنف صناعة لدى بعض الأجهزة وتصبح مجال للاختراق والاستثمار والتوجيه. وأنا أعتقد أن حالات العنف ليست في سلة واحدة، يعني في بعض نسخ من حالات العنف أنا أعتقد لمسات أجهزة الاستخبارات العالمية واضحة فيها وسهلت وأرادت أن تكون هذه الحالة إحدى أدوات الاستخدام في تأديب الشعوب أو في تأديب الأنظمة. أي نموذج تقصد هنا؟ داعش بالضبط. ولذلك أنا أعتقد نسخة داعش من نسخ التطرف لمسات التوجيه والاختراق من الأجهزة العالمية أنا أعتقد أنها واضح. يعني لاحظ داعش عندما رفعت شعار السنة مقابل الشيعة وغذت في هذا الموضوع، لكن في نفس الوقت
منذ 5 سنوات أو منذ ولدت هذه الحالة لم أجد محاولة لا ناجحة ولا فاشلة باتجاه إيران، ولا اختراق ولا اكتشاف ولا حالة فردية ولا خلية نائمة ولا خلية ناشطة. ولذلك أنا أعتقد أنه حتى روسيا في محاربة ولا حتى باتجاه الكيان الصهيوني في الجانبين ولا في الكيان الصهيوني. نعم. يعني مش معقول مثلا تروح تفجر في بلد أوروبي أو تفجر في الدنمارك ولا في بلجيكا ولا في معظم الدول، بينما في إيران ولا محاولة، ولا حتى قبضوا على محاولة أرادت أن تقوم بفعل ولم تستطع، قبضوها ما في ولا أي خبر ولا أي. ولذلك لا، أنا يعني أكاد أن أجزم أن كثير من هذا من موجهات هذه الحالة الصناعة وتسليح، وكان في انتقال وخطوط إمداد وتواصل واستخدام وضرب وذهاب إلى ساحة واستقطاب في ساحة. صحيح في بعض المغفلين، في كثير من الناس الذين تغذيهم الحالة المتطرفة والعنيفة، لكن أنا الرأس الموجه في توجيه، قدر من التوجيه واضح بالاستخدام والاستثمار. جميل. طيب اسمحوا لي قبل من نواصل الحوار أرحب بالدكتور محمد أبو رمان الخبير في الجماعات الإسلامية. دكتور محمد مساء الخير بداية. مساء النور أخي محمد لك ومعالي مازن و الدكتور الحيد. دكتور استمعت إلى حديث ضيوف الكرام، ونتحدث بداية عن وجود حواضن للإرهاب في مجتمعاتنا الأردنية، كيف تعقب على ذلك؟ أولا محمد لأنه لابد من القول بداية أنه التعازي الحارة لأهالي الشهداء من الجيش والأمن والمدنيين، ولنا جميعا كأردنيين بنتيجة الأحداث الإرهابية الأخيرة. ثانيا الموضوع الحواضن الاجتماعية موضوع بيعتمد على تعريف الحاضنة الاجتماعية، كيف نعرف نحن الحاضنة الاجتماعية. أنا شخصيا أميز هنا بين حالتين، ما يمكن أن نسميه البيئة المنتجة للإرهاب والتطرف كمفهوم، والحاضنة الاجتماعية كمفهوم ثاني. البيئة المنتجة للتطرف والإرهاب هي توافر الشروط والظروف التي تهيئ المناخ المناسب لولادة أو نمو أو صعود هذه الجماعات، وهذه الأردن أعتقد هنالك بيئات منتجة للتطرف والإرهاب، وصعود هذه الجماعات ليس جديدا بل منذ التسعينات، لكن الآن أصبحت هنالك تضاعف في حجم هذه الظاهرة وتحديدا مع بروز تنظيم داعش. وجود حاضنة اجتماعية، الحاضنة الاجتماعية يعني وجود شبكات حماية اجتماعية لهذه الجماعات، يعني المجتمع يوفر شبكة حماية اجتماعية لها، يعطيها الشبكة من العلاقات، هذه ليست متوافرة بالمعنى الموجود في حواضن اجتماعية في دول أخرى، لكن متوافرة لدينا أنوية حواضن اجتماعي. الظاهرة الجديدة أنا بعتقد والخطيرة اللي أنا أدعو يعني الضيوف الكرام للتوقف عندها والمشاهدين هي نمو هذا التيار بشكل واضح في السنوات الماضية. هذا التيار استطاع أن يخترق الطبقة الوسطى في الأردن، اخترق بعض المدن بشكل واضح، نتحدث عن الكرك وعن السلط وعن معان وعن إربد وعمان، بمعنى أنه بدأ ينتشر بشكل أفقي وعمودي، أخذ نسبة من الشباب الأردني. نحن يعني هنالك في الحد الأدنى نتحدث عن ما يزيد على 2000 من هؤلاء الشباب يقاتلون إلى مع التنظيم أو مع جبهة النصرة. هنالك مئات من هؤلاء الشباب في قضايا مرتبطة بمحكمة أمن الدولة، هناك أعداد أيضا عشرات في قضايا الترويج لتنظيم داعش، بمعنى اللي كان يحكي الدكتور الحيد قبل قليل، نحن نتحدث اليوم عن حالة مجتمعية، عن ظاهرة مجتمعية وثقافة ومجتمع داعشي يتشكل. وبالتالي أنا الهاجس الذي لدي أن نتحدث غدا عن نساء داعشيات كما حدث في السعودية سابقا و السودان وأوروبا ودول أخرى، أو عن أطفال داعشيين، بخاصة أنه هنالك يعني أسر وشبكة علاقات تتشكل، ولاحظنا في الأحداث الأخيرة كيف أن ظاهرة الأشقاء، يعني الأشقاء الذين ينتمون إلى الخلية أكثر من شقيق، وهذه أيضا ظاهرة موجودة في تيار داعش في الخارج. مثل هذه يعني دكتور اسمح لي دكتور أقاطعك وأستفسر منك هون،
في حديثك، هل تعتقد أن البيان الصادر عن عصابة داعش يحتمل الدقة، وهل خرجنا من إطار الذئاب المنفردة إلى حالات تنظيمية لمجموعات من هذه العصابة تعمل كخلايا نائمة؟ سؤال مهم محمد، هذا السؤال رح أجيب عليه سريعا حتى ما نأخذ وقت الإخوة المشاهدين والضيوف في نقطتين. النقطة الأولى، أعتقد أنه البيان صحيح وصادر عن وكالة أعماق، وبالتالي يعني بشكل رفضي التنظيم تبنى، ولكن أيضا هذه فنيا لها نقاش طويل لا أريد أن أدخل فيه، لكنه من حيث تبني التنظيم له، التنظيم تبنى العملية، وأعتقد أن هنالك أردنيين ضمن التنظيم في سوريا هم لهم علاقة أو صلة ما بهذه العملية. النقطة الثانية المرتبطة بهذا الموضوع، نعم المشكلة والقلق أنه يعني وجود وتمدد هذا التيار في بعض المناطق التي لم يكن يتمدد إليها سابقا التيار داعش، وتيار داعش اليوم هي متغير خطير، يعني في ثلاث مؤشرات خطيرة في سريعا. أيضا تيار داعش اليوم جزء من تيار داعش تحول من مرحلة التعاطف الأيديولوجي، من مرحلة القبول النظري بأيديولوجيا داعش، إلى مرحلة التطبيق العملي، إلى مرحلة الشعور بولائهم لأبو بكر البغدادي وبيعتهم له، بخاصة أن التنظيم يتعرض اليوم لضغوط شديدة في العراق وسوريا ويناشد أنصاره بمؤازرته، بالتالي التيار الذي كنا نتحدث عنه أنه متعاطف، جزء من هذا التيار بدأ يتشكل بخلايا بمجموعات ويتحول إلى جزء من تنظيم داعش، وكأنه داعش ليس بحاجة إلى أن يأتي من الخارج، هو من الداخل هنالك شباب يتبنون هذا الشيء. الشيء الثاني، المؤشر الثاني الخطير، هو ظاهرة المواجهات. سابقا كان يتم الاعتقال ولا تكون هنالك مقاومة، بحدود علم الفتوى التي صدرت لدى أعضاء في التنظيم سابقا بعدم الاستسلام وبالمقاومة، هذا تطور أيضا خطير بحاجة إلى نقاش. المسألة الثالثة، أنه سابقا كان هنالك تكفير للدولة وتكفير للحكومة وتكفير، ولكن لم يكن هنالك تجرؤ أو اعتبار لأي شخص في الجهاز الرسمي الأمني والعسكري عدو، اليوم أصبح يعتبر عدو وتارجت هدف. فهذه المؤشرات خطيرة. أعتقد أنا في النهاية أدعو إلى بالفعل وقفة جادة حول مقاربة في مواجهة هذه التحولات، والمقاربة لابد أن يقف إلى جوار المقاربة الأمنية، مقاربة مدنية، مؤسسات المجتمع المدني، إعادة التفكير في التعامل معه. لم يعد هذا الموضوع ظاهرة أمنية، لم تعد مجموعة أمنية، أصبحنا نتحدث عن حالة مجتمعية، وبالتالي لا يمكن إلا أن تكون هنالك حالة مجتمعية في مواجهة هذه الحالة المجتمعية. بدي أشكرك كل الشكر دكتور محمد أبو رمان الخبير في الجماعات الإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف. بعد فاصل قصير سنواصل هذا الحوار بقوانا. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، ومعليك أنا بأنتقل لنقطة أساسية. اليوم نحكي عن رد الفعل تجاه ما حدث وتجاوب الأجهزة المعنية ما حدث ورد فعل المواطنين، والجميع هنا منتقد. عشان نكون صريحين، هناك انتقاد لحالة يعني فزعة الكراكية، كلنا نعلمها وكلنا نحييها ونقدرها ونحترمها، لكن هناك حديث عن تعطيل عمل الأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية وتعاطيها وآلية تعاطيها مع الحدث، أيضا هناك علامة استفهام حولها. تعقيبك. يعني قبل أعقب على السؤال هذا، بس بحب أشير أنه موضوع العنف وممارسته بهذا الشكل هو ليس فقط نتيجة يعني ثقافة وموقف سياسي من قوة. العنف اللي كان يتمارس سابقا، اغتيال شخص، اغتيال مسؤول، هذا النوع من العنف لم نشهده مسبقا. وهذا النوع من العنف بعتقد أنا أنه خطط له ودرب وسلح وشجع إلى آخره. طيب داجع السؤال المهم تبعك، لأنه نحن يجب أن نستفيد من دروسنا حتى نواجه القادم بصلابة أكثر، بوحدة أكثر، بتنظيم أكثر، بقدرة أكبر. إن شاء الله ما نتعرض لشيء إن شاء الله. بداية يعني هناك يعني ملاحظات قيلت على الأداء وعلى طريقة يعني الإدارة، وهذه مسألة بعتقد الحديث في تفاصيلها الآن
يعني لا يفيد الوحدة الوطنية، لا يفيد المحافظة على هيبة الدولة وقدرات الأجهزة ومعنوياتها، ولكن هذا لا يعني أن هذا يجب أن يكون درسا نقيمه ونبني عليه. يعني يجب أن لا يكون، أن لا يمر هكذا، أن لا يمر هكذا. نعم. القضية الأخرى هي الهبة الشعبية اللي بداية أنا بدي أقول أن هذه الهبة الشعبية تدلل أنها حاضنة للوحدة الوطنية، حاضنة للأمن الوطني، حاضنة للدولة الأردنية، وليست حاضنة للإرهاب. هبة أبناء الكرك هذه دلالات الرئيسية، ولذلك نحن نحييها ونحترمها وننحني لها. لكن في الحالة الثانية، في الحدث الثاني، كان يجب أن يكون هناك التزام بعدم تعطيل القدرات والبرنامج والقوى الأمنية في تعاملها مع الحدث. يعني لا يجوز أن نرى المسائل مختلطة وأن نرى الناس يعني تريد أن تشارك برغم كل حماسة، وأن نرى يعني الهواتف من الحدث من الحدث، وال يعني أنا بفهم عواطف الناس وبقدرها وكذا، وبفهم التضحيات اللي سوتها الناس في الكرك والحماس اللي كان ضد هذا العنف وهذا القتل وهذا، لأنهم شافوا أبنائهم من الأجهزة الأمنية، شافوا مواطنيهم، شافوا كيف بتساقطوا في رصاص الغدر والرصاص. ولذلك يعني كلا الحالتين يعني يجب أن تضعنا أمام تفكير جديد في كيف نواجه، ما هو دور القوى الأمنية، ما هو دور الدرك، ما هو دور المواطنين، ما هو دور المجتمع المحلي. نحن دورنا في أن نجتث ثقافة الإرهاب، دورنا في أن نكشف كل بؤر الإرهاب، مقاومة الإرهاب، محاربته، اعتقاله، محاسبته، هذه دور الدولة وقوى الأمن وقوى القوى المحترفة. جميل. القوى الأساسية. أسمع وجهة نظرك دكتور، وبدي أسمع وجهة نظرك حقيقة عشان ما نظل نحكي ويعتقد البعض أننا ننظر كيف نبدأ اليوم العمل مباشرة لمواجهة هذه الحالة إن تكررت لا سمح الله. يعني أولا أنا بدي أكرر أنه التعبير المواطنين والهبة والهية اللي بسموها الكرك هذا تعبير ضروري ومؤشر إيجابي، ويجب أن يتم تشجيعه والتنمية، لكن بنفس الوقت كيف نستطيع أن ننظم هذه الحالة ونجعلها لها دور إيجابي وليس دور معطل. هذه قصة. القصة الأخرى أنه هل نحن نعتبر المواطن شريك، وهل هو شريك حقيقي في عملية المواجهة مع هذا العدو الداخلي أو مع عدو خارجي، وهل هذا الشريك محترم؟ إذا كان كذلك أنا برأيي هذا الشريك يجب من حقه أن يعلم الحقيقة وأن يقف على الحقيقة، لأن هناك في أحيانا تشعر في طريقة من الاستخفاف بالتعامل مع هذا الشريك، وأنه هذا مش دورك ولا شغلك ومين قال لك وإلى غير ذلك. أنا برأيي لا، الآن المسألة أصبحت مختلفة، والتعامل مع المواطن يجب أن يكون قائم على 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 الاحترام وعلى التقدير واحترام عقل المواطن وذكائه وعدم الاستخفاف بقدراته. القصة الأخرى، نحن أيضا بحاجة إلى بناء الثقة بين المواطن وبين المسؤول وبين المواطن والأجهزة الأمنية المختصة، وأنا باعتقادي أن هيبة الدولة مطلوبة والحفاظ عليها أمر يخصنا جميعا، وهيبة الأجهزة المختصة في هذه المواجهة أيضا مطلوبة، وهذا دورنا جميعا أن لا ننتقص من هيبتها، وأن لا يكون في أي حال من الأحوال الانتقاد القاسي أو غير ذلك يقلل من قيمة رجل أمن في ذهن الناس أو من دور الأجهزة الأمنية. بالعكس، يجب أن تكون الحالة قائمة على تعظيم هذه الحالة وتعزيزها.
في الوقت يمكن نفسه أيضا مناقشتها لاحقا، يعني هذا لا يعني أن نصمت تجاه أي خطأ صحيح حدث، لكن أوه. المراجعة تتم لاحقا ليس في قلب الحدث للإعلام أيضا مو بس يعني ما تم أنه يشكل درس، هذا أمر قطعي. سقوط عدد من الشهداء بهذا العدد أنا أعتبر أنه هذا كبير، هؤلاء أبنائنا، هؤلاء إخواننا، ولذلك من حق الناس حقيقة أنهم يعتبروا أنهم أبنائهم ليس من الأمر السهل، وأن يذهبوا بهذا بطريقة هم يثقون تماما أنهم عندما يضحون أنهم بطريقة صحيحة وسليمة وتكون الأخطاء في المرات القادمة أقل. أنا أعتقد أنه هذا أمر يجب أن نقف عليه جميعا. المواجهة حقيقة مع هذا الحدث، أنا أعتقد في مواجهة بعيدة الأمد واستراتيجية، وفي مواجهة سريعة وقريبة. المواجهة السريعة والقريبة أنا برأيي هذه مهمة الحكومة ومن هو بسدة المسؤولية الآن، وأن يكون لديه خطة شاملة وواضحة ومحددة، وأن يتم توزيع الأدوار. يعني أين يكون دور المواطن بالضبط، وأين يكون غفيرا، وأين يكون قادر على أن يكون مسهم في هذه المعركة بطريقة إيجابية. لكن أنا أعتقد أن هذه الحالة المواجهة الحقيقية لها كما أنا أعتقد أنها مواجهة بعيدة الأمد، لأنه ما نحن فيه هو ثمرة لمجموعة من العوامل الكثيرة يجب أن لا يتم القفز عنها ولا إغفالها، وإغفالها أنا أعتقد هو الذي يؤدي بنا أحيانا إلى أن نقف في عنصر مفاجأة من الآخر. ولذلك أعتقد أنه أنا كما قلت المواجهة الأمنية هو أحد الخطوط وهي مطلوبة وضرورية، والمواجهة العسكرية مطلوبة وضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، لكن أعتقد أنها يجب أن تتكامل مع مسارات أخرى بشكل متوازي لا تقل أهمية. هناك خط فكري يجب أن يكون هناك قدرة على مواجهة هذه المقولات الفكرية والقدرة على تفنيدها في نفوس الشباب والجامعات والطلاب، وأن نكون قادرين أن نتكلم معهم بطريقة تحترم عقولهم وقابل الإقناع بطريقة صحيحة. المسار الآخر مسار تربوي منهجي، يجب أن نسرع في إعادة بناء هذا الجيل وهذا الشاب بعقل نقدي يفكر بطريقة علمية وليس بطريقة تلقينية، لأنه إحنا على فكرة إذا بدنا إياه أن يكون خاضعا الاتجاه الآخر بطريقة ساكنة وغير ذلك، معنى ذلك أنه لا يستخدم عقله، ومن كان لا يستخدم عقله يستطيع الآخر أن يستخدمه بنفس الطريقة، ولذلك هذا السلاح له وجهان. ليس أمامنا إلا أن ننطلق بالجيل القادم نحو عقل علمي يفكر بطريقة صحيحة ولا يستغفل ولا يتم استغفاله من كل الأطراف ومن كل الاتجاهات. المسار الآخر أنا أعتقد مسار البطالة والفقر والتهميش اللي قاعد بزيد بأطراف المملكة، هذا أمر خطير جدا، ولذلك أن تكون البيئة منعشة لنمو هذا الفكر ويكون في قدرة على سرقته من هذا. أنا أعتقد أن يتحدث أنه هذا الأمر موضوع الفقر والبطالة بات إلى حد ما، يعني إحنا بنحكي عن طبقة وسطى اليوم وطبقة حتى من مهندسين وخريجين جامعات طبقة مثقفة، وبعتقد أنا أعتقد الطبقة الوسطى يعني أصبحت تنحدر نحو طبقة الفقر. واضح. رسالة أخيرة اليوم اليوم الأردن المستهدف. أنا منذ بداية الحلقة تحدثت عن ضرورة امتلاك برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي أمني في مواجهة هذا الإرهاب. أيضا أتحدث عن ضرورة يعني تعظيم واحترام وتمجيد تضحيات شعبنا وشهدائنا، وهذا التمجيد يكون ليس فقط بالخشوع لهذه التضحية، لكن أيضا بإعادة تقييم وتصحيح كل أشكال الأداء اللي واجهناها في هذه الأحداث، وأن نقيم وأن نعيد دراسة الثغرات إذا وجدت، وفي كل المستويات الأمني والإعلامي والسياسي والشعبي، بحيث نستطيع أن نواجه أي حدث آخر بأقل الخسائر، ونستطيع أن يعني
نستطيع أن نمنع حدوث هذه الحجم من الضحايا اللي قدمناه. سنواجه يعني قد نواجه وبإذن الله لا نواجه قد نواجه مثل هذه الظروف، لكن نعم. يجب أن نعرف كيف نتعامل معها. رسالة أخيرة أيضا دكتور حيرة، تكلمك في أقل من دقيقة، أرجوك رسالة. أنا أعتقد أنه من أهم عوامل تصليب المجتمع وقدرته في مواجهة ظواهر التطرف هي أن ننشئ نظاما عادلا نشتث فيه الفساد، وأن يكون تكافؤ الفرص أمام جميع أبناء المجتمع يشعرون أنها واحدة، وأن لا يكون هناك نخب تستأثر بالمناصب، ولا يكون هناك فيه ما يسمى أبناء ذوات وأبناء فقراء ومناطق مهمشة يخضعون لهذه القدرة على المواجهة، أما الآخرون فينعمون بالرواتب العالية بدون تكافؤ فرص حقيقي ولا نظام عادل. ولذلك أعتقد أن هذه المسألة واضح ضرورية في عملية المواجهة. أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام، شرفتم بحضوركم، الوقت داهمنا وكان لدينا الكثير من الحديث أكثر حول هذا الموضوع. شكرا لكم. لا يزيد، شرفتوني يا سيدي. أول إلى هنا إذن المشاهدين نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال، استبقى دائما معكم منكم وإليكم، فالأردني رؤية وحمى الله الوطن. تصبحون على خير.